أبدأ معك محمد والمستجدات الأمنية، وأيضا إن كانت هناك تصريحات لحزب الله على الهجوم الإسرائيلي على بعلبك بالأمس. رويدة، بداية من هنا من مرج عيون من هذا القطاع، أعلن حزب الله في بيانين منفصلين عن استهداف موقعين في مزارع شبعة وتلال كفر شوبة خلفنا في هذه الصورة، وربما هذه العمليات تأتي بعد العملية الأبرز صباح اليوم وهي إطلاق عدد من الصواريخ الراجمات بحسب بيان صادر عن حزب الله باتجاه قاعدة ميرون في بالقرب من صفد في جبل الجرمق، وهذا هو الاستهداف الثالث هذه المنطقة في الفترة الماضية. وبالتالي رد الجيش الإسرائيلي بسلسلة غارات، السلسلة الأولى استهدفت جبشيت والبيساري شمال نهر الليطاني جنوب البيساري جنوب مدينة صيدا، وجبشيت واقع في قضاء النبطي إضافة إلى المنصوري وحنية. في مجمل هذه الغارات لم يسجل وقوع إصابات باستثناء تدمير منزل في بلدة جبشيت وإصابة أربعة من المدنيين بحالات اختناق. ولاحقا أيضا شن الطيران الحربي الإسرائيلي ثلاث غارات استهدفت بلدة عيتاء الشعب في القطاع الأوسط بحسب بيان صادر عن مياه لبنان. فقد تعرضت شبكة الطاقة لهذه المؤسسة الرسمية لأضرار بسبب غارة المنصوري، وبالتالي لم نفد بوقوع أي إصابات في سلسلة الغارات اليوم. التعليق الأول مرتبط بإن كان رد حزب الله على استهداف بعلبك انتهى، خصوصا أن الرد اليوم هو الرد الثاني بعد الرد الأول يوم أمس باستهداف مقر قيادة فرقة الجولان. ويترافق هذا المشهد رويدة عموما مع المشهد السياسي وتحديدا الأنباء في إحدى الصحف التي أشارت صباح اليوم إلى رسالة أمريكية واضحة رافضة للتصعيد في جنوب لبنان، وأيضا تربط التهدئة في غزة واحتمال التهدئة في غزة بجبهة جنوب لبنان. وتقول الصحيفة صباح اليوم بأن هذا الموقف تم إبلاغه لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي في إشارة واضحة للقاء الأخير الذي عقد على هامش مؤتمر ميونخ للأمن بين ميقاتي والوسيط الأمريكي أموس هوكشتاين. رويدة، شكراً.